بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رابع، إحنا المرة الماضية بلشنا بدرس آداب طالب العلم، وحكينا أن هناك مجموعة من الآداب يجب على طالب العلم أن يتحلى بها، وتعرفنا على أول 3 آداب من آداب طالب العلم وأخذناهم الحصة الماضية، اللي هي إخلاص النية لله تعالى، العمل بما يعلم، 3 احترام المعلم وتوقيره. هدول أخذناهم وشرحناهم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. اليوم إن شاء الله رح نأخذ 3 الباقين، اللي هم حسن السؤال، المحافظة على مكان التعلم وأدواته، 3 احترام طلبة العلم. إذا اليوم رح نأخذ حسن السؤال، محافظة على مكان التعلم، واحترام طلبة العلم. تمام؟ يلا بسم الله. طيب، حسن السؤال، إحنا جايين بالمدرسة زي ما حكينا من أجل طلب العلم، وكذلك من أجل أن نتعلم، وأن مفتاح العلم دائما يا رابع هو السؤال. إذا أنت بدك تتعلم لابد لك أن تسأل، وإحنا أكيد هون بالمدرسة رح بتخطر عبالنا أسئلة، وهي المعلمة عم تشرح، سواء تربية إسلامية ولا رياضيات ولا علوم ولا إنجليزي، بخطر ببالنا أسئلة. لكن خلال هذه الأسئلة بدنا نسألها للمدرسة، ما نستحي إن نسأل، لكن يجب علينا أن نلتزم بمجموعة من الآداب نتقيد فيها أثناء السؤال. يعني إحنا عندما نريد أن نسأل سؤال لابد لنا أن نلتزم بمجموعة من الآداب، اليوم رح نتعرف عليها. أنتوا برأيكم قبل ما نسأل أي سؤال للمس، شو ممكن هي من الآداب اللي إحنا نلتزم فيها؟ شو هي؟ ممتاز، إني أنا أرفع إيدي قبل ما أسأل أو قبل ما يخطر ببالي السؤال، إذن اللي هو الاستئذان قبل السؤال. شفتوها يا مس؟ تحطوا عندها 1. إذن أنا بستأذن قبل السؤال، قبل ما أسأل وأرفع إيدي. كمان أختار 2 الوقت المناسب، مش المس قاعدة بتشرح بنص الحكي أجي أقطعها، لا، استنى تتخلص شرح الفكرة المعينة عم تشرحها، ممكن إني أنا توصل لي المعلومة، ممكن المس لسه مش حكيتها أنا مستعجل عليها، فلذلك بختار الوقت المناسب. وكذلك 3 حسن الاستماع للإجابة، يعني المعلمة وهي تجاوب مش أقصر أجاوب معها، أو بتجاوب طالب عم بسأل سؤال أجي أنا أجاوب عنها، لا، أخلي المس هي تجاوب وأنا أستمع إلى الإجابة. إذا عندنا 3 آداب لازم ألتزم فيها عندما أسأل عن أي معلومة في أي حصة أو في أي مكان. أنا بدي أسأل سؤال لابد أن أستأذن، ثم أختار الوقت المناسب، ثم أستمع إلى الإجابة اللي بجاوبها اللي هو حسن الاستماع. تمام؟ طيب، الآن في عنا نشاط، شايفينه؟ هذا النشاط بدنا نحله مع بعض. يلا، شو هذا النشاط؟ هي عبارة عن قصة، الآن رح أقرأ لكم إياها وفهمكم إياها ونجاوب على أسئلتها. اقرأ. أقرأ أنا ومجموعة الموقف الآتي وأجيب عما يليه من أسئلة. كان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ويجلس عند بابه احتراما وتوقيرا له، ولا يطرق عليه الباب حتى يخرج. فقال له زيد: يا ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. شو يعني؟ شو معنى هاي القصة؟ يعني سيدنا ابن عباس، ابن عباس هو ابن عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى معلمه اسمه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان يا مس هو من العلماء اللي كان يقرأ القرآن ويحفظون القرآن ويكتبون القرآن. ابن عباس بحب العلم، فكان يذهب إلى مين؟ إلى زيد. طبعا هو كان يحبه لمعلمه فلا يزعجه، وكان يحترمه احتراما شديدا ويوقره، فمن شدة احترامه وتوقيره ما كان يروح يرن عليه الجرس أو يدق عليه الباب، يظل جالس أمام البيت، فلما يشوف سيدنا زيد بن ثابت طلع من البيت يروح إيش عنده يسلم عليه، يسأل السؤال اللي بده إياه ويتعلم منه العلم. تخيلوا كيف الأدب، إنه هو كان يستحي أن يطرق عليه الباب فيزعجه، فينتظر حتى يخرج
يجاوب عليه. وشوفوا كمان المعلم كيف قدره واحترمه، حكى له انت ابن عمه للرسول، يعني تقرب للرسول كثير، انت لو امرتني انت بس امرني وانا باجي لعندك. لكن سيدنا ابن عباس حكى له لا، ما بصير هذا الحكي، انت معلمي، هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. يعني من الواجب علينا انه احنا نحترم معلمنا، لانه الدين الاسلامي يدعو الى احترام المعلم. وضحت القصه؟ طيب السؤال الاول، ما صله ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس شو بقرب للرسول حكينا؟ تكتب عندك ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب السؤال الثاني بيحكي لك اكتب 3 آداب أتحلى بها في التعامل مع معلمي. إحنا أخذنا المرة الماضية آداب كيف نتعامل مع المعلم، طبعا موجود بالقصة بعض منها، اللي هي 1 اكتب عندك أحترم المعلم وأوقره أو احترام المعلم وتوقيره، 2 إظهار المحبة له، لأنه ابن عباس كان يحب زيد ابن ثابت معلمه، وكذلك عدم رفع الصوت أمامه. إذن هاي من الآداب اللي أخذناها المرة الماضية في التعامل مع المعلم. طيب الآن هذا السؤال بدك تكتب رأيك، أنت حر بدك تكتب الإجابة اللي أنا كاتبها اكتبها، ما بدك اكتب الرأي اللي بدك إياه. ما رأيك في سلوك ابن عباس مع معلمه؟ يعني شو رأيك بهذا السلوك اللي عمله ابن عباس؟ سلوك رائع ولا سلوك مش حلو؟ شو أنت برأيك؟ أنا برأيي إنه هذا سلوك رائع، يدل على حب واحترام ابن عباس لمعلمه زيد بن ثابت، لما كان ما يروح يطرق على الباب ويزعجه، وإنه هو اللي حكى له إحنا هيك أمرنا، يعني مش لأني أنا بقرب للرسول أنت لازم تيجي تعلمني. إذن هذا يدل على احترام المعلم وتوقيره، تمام؟ ممتاز. الآن بدنا ناخذ 5 اللي هو 5 أدب من آداب طالب العلم. إحنا زي ما حكينا أن المدرسة هي بيتي الثاني، وأن أنا من الواجب علي أن أحافظ عليه. طب كيف أحافظ على مكان تعلمي؟ سواء كان المدرسة، سواء كان المسجد، سواء كان بيتي، سواء كان مركز القرآن، أي مكان أنا بروح عليه بدي أتعلم يجب علي أن أحافظ عليه وعلى ممتلكاته. كيف بدي أحافظ عليه يا ميس؟ شايفين الخط اللي أنا حاط لكم إياه؟ بتحطوا 1 فلا ألقي فيه النفايات، يعني ما أرمي الأوساخ. أنا في مدرسة زي وإحنا بالصف بناكل ونزل تحتنا، هذا غلط ما بصير. أو أني أنا أروح على المسجد يكون معي والله شيبس وأجي أكبه على سجاد المسجد، كمان هذا ما بصير. كمان لا أتلف أثاث المدرسة، يعني المقعد اللي أنت جالس عليه ليش عم بتخربش عليه؟ ليش بتكسره يا مس؟ مو هو أنت قاعد تقعد عليه صح؟ فلا يجوز لنا أن نخرب أو نعبث في أثاث المدرسة أو المسجد، مثلا نصير نمسك الحنفيات ونفتحها وتكب المي على السجاد والسجاد يطلع ريحته، كمان هاي أشياء غلط ما بصير نعملها. كمان يحرص على كتبه وأدواته وعدم إتلافها، كمان كتابنا هذا بندرس منه، مش أروح أنا أصير أخربش عليه واللي أمزعه. بعض الطلاب بتلاقي دفتره عليه أكل وعليه شرب، صح ما بصير هذا الإشي، لأنه هاي الأشياء أدواتك اللي أنت بتعلم عليها لازم نحافظ عليها، فهاي من آداب طالب العلم. تكتب سؤال فوق، كيف يمكن، وضح كيف يمكن المحافظة على مكان التعلم. كيف يا مس اللي حطينا عليهم خط؟ لا ألقي النفايات، لا أتلف أثاث المدرسة، كذلك يحرص على كتبه وأدواته. طيب عندنا النشاط الموجود الآن، شايفينه النشاط وتعاون وأجيب، يلا خلينا نحله مع بعض. أذكر كيف أحافظ على مكان تعلمي في كل من المدرسة. كيف أنا بحافظ عليها؟ المحافظة على نظافة الصف، ممتاز. كمان المسجد كيف ممكن أنا أحافظ عليه؟ عدم العبث في أثاث المسجد، ممتازين. شو كمان بالبيت؟ بالبيت شو أعمل أنا الكتب؟ أخليها مرمية هون وهون؟ أكيد لا. إذا ترتيب الكتب والدفاتر بعد الانتهاء من الدراسة حتى نكون إحنا منظمين، وماما ما صار تصيح ليش كتبك على الأرض صح؟ طيب ضايل عنا يا مس آخر أدب من آداب طالب العلم، اللي هو إيش هو؟ يلا مين يحكي لي؟ ممتاز، احترام طلبة العلم. هلأ إحنا بالصف كلياتنا طلبة علم، طيب ليش مصير نضحك على بعضنا لما واحد يجاوب؟ لأنه جاوب غلط مصير نضحك عليه، هذا
كمان سلوك خاطئ، ما بصير نضحك من بعض، شو ما جاوب حتى لو خطأ ما بنضحك عليه. إذا إحنا بدنا نكون بالصف كلياتنا إخوان، كلياتنا إيد واحدة، ما نصير نستهزئ ببعض، ما نضحك على بعض، ما نسب على بعض ونشتم بعض، صح؟ كمان إنه إحنا نحب الخير لبعضنا البعض، وكذلك نسامح بعضنا إذا حدا أساء للتاني. طيب بنحط عليها خط، السؤال قبل الخط بنحط وضح كيف يمكن احترام طلبة العلم. هذا السؤال بتكون الإجابة من يحب الخير لهم ويتسامح معهم ويحسن اختيار أصدقائه ولا يؤذيهم ولا يشتمهم ولا يسخر منهم أو من أسئلتهم. هاي كلياتها من الأداب اللي ممكن إحنا نتعامل فيها مع أولاد صفنا. تمام؟ الآن في عندك نشاط 4، شايفة؟ هذا أكتب على السبورة في الشكل الأسفل سلوك طالب العلم الذي أحب أن أتصف فيه. كل واحد حر على السبورة هاي بدك تكتب أي أدب من اللي أخذناهم هدول الستة، اللي هو الإخلاص في النية، وأخذنا كمان احترام مكان التعلم وتعليمه، وحكينا كمان احترام المعلم، حسن السؤال، محافظة على مكان التعلم، وكذلك احترام طلبة العلم. أي سلوك أنت بتحب تلتزم فيه بدك تكتبه على السبورة بخط واضح. تمام؟ هون وفي عنا الصفحة التي تليها، شايفينها؟ اللي صفحة نشاط بيتي، هذا بدك تحله على الكتاب يا من صفحة 14 زائد أسئلة الدرس واجب على الدفتر بخط مرتب، العنوان موجود بالنصف، اليوم والتاريخ، وبتبعتوا لي الإجابات على الواتساب. وهيك بنكون خلصنا هذا الدرس، وإن شاء الله الحصة القادمة بنحل الأسئلة مع بعضنا، وإن شاء الله نكون هيك خلصنا، ومع السلامة.